جبت لك ينسون يروق دمك. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بلعب جيم. بتاعت العيال؟ يا طويل يا هبل، انت مين اللي قال لك تفتح الكمبيوتر بتاع محمود ابني؟ انت بتستعبط؟ انت مين انت وتابع مين؟ انا فاهم حضرتك. هو انتوا ايه؟ ما وراكوش غيرنا. اهدي يا حاج. ايه؟ مش في دي اسرار ناس هنا؟ مش في اسرار ناس؟ الحقني يا ابو محمود. اهدي يا حاج. الحقني. انا هوريك. اهدي يا حاج. اوعى تسيبني انت وهو محدش يقربني. انت بتفتح حاجات كتير. ما تجيبناش كده. مش كده. يا ابو محمود. اوعى انت وهو سيبني. ابو محمود فين؟ لا هجيب الحقنه. اوعى. محدش يقرب منها عشان تروح. انا هطلع يا ظلمه يا مفترين. يا حاج اهدي. المدام محمود. شد حيلك يا ام محمود، ربنا على الظالم والمفتري. ولا يهمك ولا يهمك يا ام محمود. اجمدي يعني ايه بقى؟ ان شاء الله هتبقى امن الدوله. انا عايز اروح اطمن على امي. انت لازم تقعد مع العيال يا ست. افهميني، هو بمزاجي؟ طالما عدوا وخد ابوكي يبقى كده هيفوتوا عليا علشان ياخدوني، وحتى لو اتلبخوا في اللي عملته امك وما جوش لازم انا اروح اسلم نفسي. طب ما جايز ينسوا وما يجوش، يبقى جات من عند ربنا. وهم دول برضو يعرفوا ربنا يا هدى، وفرضنا لو الزبون اللي جاي بكره ده حصلت له مصيبه هيدوروا على اللي ما كانوش معكوشين ويقبضوا عليهم، وممكن يلبسوها لواحد غلبان زي حالاتي. يا سلام، هو انت ايه يعني؟ ده انت يا دوبك بياع عطور، انت هتعمل لي فيها بن لادن؟ ما انا لو ما كنتش اتجوزتك كنت فضلت بياع عطور زي ما انا، لكن اعمل ايه بقى في حظي الحلو اللي خلانا اتجوزك واتحسب على ابوكي واخوكي وابقى زبون في امن الدوله. اخصى عليك يا حسين، انت بتعيرني بابويا واخويا. انا ما كنتش اتصور كده منك ابدا. وانا يعني كان اهلي رد سجون؟ وبعدين يا اخويا ما كانش حد غصبك على الجواز. انا اهلي ناس كويسين ومظلومين، وكنت افكر بقى قبلها 100 مره. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. وانا قلت لك ان في حد غصبني على الجوازه برضه يا هدى؟ ده انا بعشقك انت وابوكي واخوكي وعيلتك كلها نفر نفر. بس انا بشرح لك الوضع. ما بس يلا بقى انت وهي، يلا خلونا بقى نعرف نتكلم. الله مضايقنا في لعبكم وعيادكم ده، تكون بلد. اسكتي بقى يا ام عبد الرحمن، خلي العيال تسكت. سمعنا قلت لها يا ام عبد الرحمن، واحنا فين؟ عشان ولد ودي السنة. هي السنة برضه بتخليك تفرق بينا؟ انت لازم تناديها باسمائنا كلنا. بقول لك يا بت رؤية، اتكتمي وتسدي بدل ما لسعك خرزانه خليكي تحلفي بيها. هو ده مش حرام برضو؟ انت من حقك تضربني على الصلاه لما يبقى عندي 10 سنين، يعني لسه قدامك 3 سنين. تمام يا سعاده الباشا، الست بقى ازاي الفل وهيخرجوها من المستشفى على طول. الست دي دماغها ناشفه قوي، انا راسي بتوجعني من ساعتها. انا قلت لك ظروف خاصه، الكمبيوتر كان هيروح لك لغايه مكتبك، انت اللي اصريت انك تتسحب. مش دي كانت شرطه؟ قلت لك مفيش حاجه اسمها مداهمه بالراحه. داهم زي ما انت عايز بقى هنا، وخبط زي ما انت عايز، وكسر زي على الله حد بس يسمعك. هو ايه الدوشه دي؟ هي العيله دي كده، اشكال والوان، ظروف خاصه. رزع يا ابني. حول ولا قوة إلا بالله. أنت بتعيطي ليه دلوقتي يا ست أنت؟ مش أنا طمنتك وقلت لك الحاجة بخير والحمد لله؟ كلها نص ساعة وتبقى في بيتها معززة مكرمة. أنت يا جدع أنت، خلي العيال دي تنزل إيديها، أنت اتجننت ولا إيه؟ والله يا باشا اتحايلت عليهم، بس هم اللي مرفعين نفسهم بنفسيهم. سلم نفسك، المكان كله محاصر. ونسيت اللي هيتحرك هضربه بالنار ليه؟ ها؟ شفت يا باشا العيال؟ في يا هدى؟ مش الباشا طمنك على أمك والحمد لله؟ الصراحة كده أنا خايفة ياخدوك من وسط عيالك. يا ست اسمعيني، احنا كده بنحميه، مش كده ولا ايه يا حسين؟ اه طبعا طبعا. في ايه يا هدى؟ وانا رايح عند حد غريب؟ ده انا رايح عند حضن الحكومة، حضن حضن في الدنيا والعياذ بالله والحمد لله. بكره يا ولاد تكبروا وتجربوا الحضن ده، هتلاقوه احن من حضن الام. طب يا خفيف، ممكن بقى تجاوبيني على السؤال اللي سألته 3 مرات وانت وجوزك بتتهربوا؟ ايه يا باشا؟ اخوكي محمود فين؟ اخويا محمود يا باشا عند اختي تحيه في بورسعيد، راح يشتغل يا باشا بدل قاعده بطاله هنا في رشيد يا باشا. ايه الكلام الفارغ ده؟ الكلام ده مش صحيح بالمره يا باشا، مفيش حد يعرف اسرار محمود غيري. محمود مش بس اخو مراتي، ده انا كمان جوز اخته. لا اه، محمود في السلوم باذن الله. نعم يا اخويا؟ ايوه يا باشا، سافر عند خاله
خاله اللي هو خمه اللي امه تبقى اخته يعني. اخلص. خاله دوت عنده شويه عربيات بيجو بيشغلها خط السلوم ليبيا، فمحمود راح يشتغل على عربيه فيهم يعني اهو يسترزق في الايام الصعبه دي، بس سافر في الدره علشان في ضديات ما بين خاله وابوه. ابوه ده اللي متجوز امه. الله يفتح عليك. سلوم واسكندريه وبورسعيد. قلت لسعادتك العيله كلها ظروف خاصه. هو محمود ده ما بيبعدش عن البحر خالص؟ هو ممكن يكون في مصر، ما هو كان بيدرس هناك، بس الاحتمال ده ضعيف يا باشا، انا شاكك فيه. حضرتك العيال دي لو فضلت كده رافعه ايديها ايديهم هتخدل وهيزنوا وهيقلبوا دماغك، دول عيالي وانا عارفهم. ما يلا بينا يا باشا نلحق الحبس من اوله. يلا خفيف. يلا بينا. خلاص يا هدى بقى خلاص، وانا رايح عند حد غريب.